صدرت المجلس وأخذ علما مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بقانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون التنظيمي 04/16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية تقدم بهما السيد وزير الثقافة. و يمثل كل من المشروع الأول والمشروع الثاني خطوة هامة، ليس من حيث كونهما يمثلان خطوة في إطار تنزيل أحكام الدستور ولا سيما أحكام الفصل الخامس منه، بل أيضا الاستكمال اعتماد المشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور في أفق عرض هذين القانونين على المجلس الوزاري. ويمثل المشروع الأول خطوة كما قلت متقدمة في تنزيل أحكام المادة الخامسة من الدستور، والتي تنص الفقرة الرابعة على أنه يحدد قانون تنظيم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية. وهما يمثل إنجازا تاريخيا يعكس الخط الاستراتيجي الذي اعتمدته المملكة، وخاصة منذ خطاب أجدير، خطاب تاريخي لجلالة الملك في سنة 2001، ثم بعد ذلك دسرت اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد في سنة 2011، واليوم محطة ثالثة جد هامة مع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية. هو مشروع استند على التراكمات التي تبلورت طيلة عقود، كما يستند أيضا على مقاربة تشاركية تم فيها الانفتاح على مختلف الملاحظات التي قدمت والعمل على استيعابها من أجل تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني عبر العمل على صيانة هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها. ويعتمد هذا المشروع على أحكام محددة في مختلف المجالات المتعلقة بالتعليم، بالإعلام، بالقضاء، بالثقافة، بالإدارة، بمناشط الحياة العامة الأخرى، وخاصة ما يتعلق أيضا بالعمل البرلماني والخدمات العمومية، وأيضا عمل المرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. فهو قانون شامل متكامل حدد بكيفية متدرجة الخطوات اللازم القيام بها من أجل ترجمة أحكام الدستور الجديد التي تنص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة ورصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء.